له كفتان. نعم. أنا فاتني شيء من كلام هذا الخطيب أو الواعظ بعد الصلاة. نعم شيخ. هل لاحظتم عليه شيئا؟ لاحظت عليه بس الاستدلال بحديث فرعون وهامان. طيب غيره؟ هذا الذي أذكره. وأنت عند كلامه كله؟ لا والله مش كله شيخنا، في آخر خمس دقائق يعني تعبت فكنت على جانب كما يقال. شيء آخر ما لاحظه؟ ما لاحظته. أنا أخذت عليه شيئا كعادتي. التمتع ما يعني ما شاء الله. الأشياء إنه كله مثل بعض. جاب الإفراد والقران. نعم. دقيقا. نعم شيخ. لعلكم تذكرون لما حض على صلاة الضحى وذكر أنه صلاة الضحى ب360 حسنة، هذا خطأ فاحش. نعم الحديث على كل مفصل أظن. لا مش هذا مقصود. نعم المقصود هو كلامه كله سليم إلا في لفظة حسنة، لأنه هي صدقة والصدقة بعشر أمثالها بعشر حسنات، فلما عادلها بحسنة معناها خسرنا 9 في كل مقابل حسنة. لا إلا الله. أي نعم. فتمنيت لو أنه يعني أتيح لي. أنا والله لو انتبهت أنه سلم عليك كنت لفت نظره إلى هذه، لأن هذه مسألة لا ينبغي الاختلاف فيها. سبحان الله. أما مسائل أخرى وخاصة إذا كان من أهل التوعية فهو موجه، يعني نعم موجه أنه أن لا يواجه المجتمع موعظ خالص. لا يواجه المجتمع يقول له بشيء لا يتحملونه مثل ما فعلنا اليوم مثلا، أنه لا ما بصير حج إفراد بدون إيش عمره، بدهم يسلكوا الأمور يعني حتى ما يصير في مجابهة بين الوعاظ وبين الجمهور. لكن هذه ما بيصير فيها خلاف حينما يقال خسرتنا مقابل كل حسنة 9. وهذا حصل عن مين الكلام؟ واحد خطب بعد الصلاة هنا. الشيخ ثم يقول أيوة. والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. بس هون عن الشفاعة يجب التعليق. نعم. بأنها تشمل تارك الصلاة أيضا. طيب هذا هو عنه. إذا هبت رياحك موسى